عسلامتكم ومرحبا بكل المتابعين والمتابعات الحياه فهم. سعيد جدا بلقائكم من جديد في برنامج وجهنين. من كل مره نحكيو على احد الجامعات التونسيه نصوركم فيديو تستانسوا بالكونسيبت تاع البرنامج اللي الهدف منه والغايه كونه يسهلوا عليكم ونعاونوكم في التوجيه الجامعي. في حلقتنا اليوم اخترنا باش نحكيو على كليه الاداب والعلوم الانسانيه بالقيروان. الحديث اكثر عن هذه الجامعه سعيد جدا باستقبال الطالب بشير المطيري. اهلا بك بشير وشكرا لك على قبول الدعوه. اهلا عزيز، ميرسي بوكو على الانفيتاسيون. مرحبا بك. خلينا نبداو من البدايات، تحديدا عام الباك. احكي لنا انت باك شنو فانا عام خديته. حصلوا باك ليتر جلي اون 2021 و جي سبيسياليزي اون انجلي. كيفاش اخترت انك تقرا انجلي؟ بالصدفة ولا هذا اختيار منك؟ لا، من قبل، ملي انا صغير ديما نقول معناها راني نحب نمشي نعمل انجلي، كسوا نقري والا معناها اي بوست اخرى معناها. مي مرة الانجلي ملي انت صغير مغروم معناتها بالانجلي كلغة، كيفاش تخرمت بها؟ بالافلام، بالغنيات؟ اي بديت مرة بالاغنية، وبعد بتيت ابتي بديت معناها نتفرجها ام بي سي 2 والا ام بي سي ماكس، من وقتها بديت معناها زدنا تغرم. باهي، خلينا نحكيو على كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان. قبل كل شيء قداش فيها من مجال الجامعة هذه؟ فيها 5 5 اختصاصات. سبيسياليتي انجلي، عربية، فيلو، فرونسي، واركيولوجي. ممتاز، اللي هو علم الآثار. اي علم الآثار. باهي، قداش من عام تقرا؟ 3 ans. 3 ans جوست ليسونس، و بتبقى تكمل معناها تنجم تكمل ماستر كسوا قروين والا في اي بصر. بالنسبه للاختصاص في الانجلي انا عم تعمله؟ ما فهميش معناها جوست معناها اختصاص جوست معناها تقرا 3 سنين معناها جوست لي ماتير هما يتزيدوا كهوا معناها فهميش. يعني انتم جماعه الانجلي ماشي الانجلي عباره 3 سنين ترون كوما تقراو ديما فماش حاجه معينه سوسيال معينه؟ لا مفهمش. مثلا فما في سفيقس ما نجم على تتخصص كسوا فوند معناها تكمل فوندامونتال والا تعمل انجلي بزنس. وفما في تونس موجود الاختصاص لكن في كليه في القروان؟ لا جست سفيقس وتونس. خلينا نحكيو على الاكزامان نتاعكم، شنو كيفاش تعديوهم؟ باغ اكزومبل عندنا مثلا في سيفيليزاسيون معناها الاكثريه ديما ان سوجي و معناها تو اكري و بتبعها فما معناها ميثودولوجي معناها تمشي بها منهجيه. شنو اهم لي ماتير تقراوها؟ لونغ اللي فيها ريدينغ رايتينغ وغرامر وفما ليت وفما سيفيليزاسيون ليتيراتور سيفيليزاسيون. سيفيليزاسيون هي عباره على ماتير تحكيو فيها على حقبات تاريخيه معينه، استوار امريكان بريتانيك. كيما شنو مثلا المواضيع اللي تقراوها؟ مثلا Declaration of Independence استقلال أمريكا ولا الكونستيتيوشن كسوا بريطانيك ولا أمريكان دستورهم و elections الانتخابات متاعهم و culture زادة ثقافتهم وكيفاش يتعايشوا معناها كل يوم أكل. ممتاز. للناس اللي تحب تعمل أنجلي في الجامعة، هل إنه ضروري يكون طيارة في الانجلي ولا ينجم يتطور من روحه خلال دراسته الجامعيه؟ بون، هو دو بريفو دو بريفيرونس يكون معناها مره الاولى متمكن معناها هو باز معناها اذا كانوا جاي معناها ماخذ باك وكل وانجلي سافا من دوال باك دونك معناها ينجم وبيان سور معناها يطور روحه وكل مي لازم يكون عنده المينيموم. بيان سور. بالنسبه للستاج عندكم تعملوا ستاجات ولا لا؟ بون سي اوبسيونيل مش اوبليغاتوار. مي بيان سور معناها كي يكون اوبسيونيل وكل سي بيان معناها اصلا السي في كل. كيما شنو مثلا البلايص اللي تعمل في ستاجين؟ نجموا مثلا امباساد والا سونتر دابيل والا كيكا معناها تيبا كيكا تيبا ذاك. من الحاجات المهمه في كليه الاداب والعلوم الانسانيه
تمتاز بالتظاهرات الثقافية والنشاط الجمعياتي، خاصة فما نادي معروف برشا في القرمان الكل واللي هو نادي فوكس. احكي لنا عليه شوية. انا بويسك معناها شوي ان ممبر اكتيف غادي، معناها تصير ديما دي كسوا دي كونفيرونس نكونوا احنا لي زورغانيزاتور نتاعو، ولا معناها نعملوا معناها دي زيفينمون كسوا اميوزون ولا اكاديميك. ما باغ اكزومبل يا فلسطينيه صار ايفينمون افريل مارس، وفما معناها استعدوا فيها نادي احب الشيخ امام، وصار معنا كونفيرونس كنا احنا معناها لي زورغانيزاتور نتاعو اسمه دير مايتي ثينكس. جيت فيها انجينيوره من امريكا، ومعناها حكيت على سكسس ستوري نتاعها وكل سيميا سيرتيفي بيان سور. معناتها تعملوا دورات تكوينيه مختلف التظاهرات الترفيهيه؟ اي تستحضر بعض الدورات التكوينيه؟ صارت مرة how to ما سيش قولها بالانجلي اي طبعا. صار مرة صار مرة معناها how to write conference هي how to write how to enter professional life، معناها كيفاش تحضر السي في نتاعك وشنو تحط معناها كل weaknesses و بيان سور باش يدخل معناها لافي بروفيسيونيل. لو كان نقول لك اعطيني ثلاثة نقاط إيجابية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، شو ما يكون؟ ريتم يتمشى معناها مع ريتم الكل، معناها إذا كنت معناها تحب تقرأ وكل ضغط على الطالب يعني. لا مفهميش سافا، معناها تحب تقرأ تلقى معناها روحك سافا، حتى كان ما قريتش تلقى روحك معناها في الآخر. شنو آخر؟ البروفيت معناها سوب المعانا وكواليفيه الحق بتاع ربي، كواليفيه بتاع ربي. كل معناها حتى كان ما معناها باغ اكزومبل انت ما فهمتش حاجه هكا ولا هكا، معناها عاودوا لك يوسعوا بالهم كل. وثوازيام شوز كان فماش ميسالش باهي، هذوما نقاط ايجابيه كنا حكينا عليهم، لو كنت تذكر لنا بعض النقاط السلبيه. بيه بار اكزومبل سال ترانسبور بيدو، معناها خاطر الكليه معناها مش في الصونت بعيده في رقيده، دونك تستنى ترانسبور ذيك الحاجه صعوبه في وسائل النقل ساعات هكا روتار معناها كل ياثر لك معناها كسوة تعدي والا حاجه. وحاجه الاخرى انه معناها فما دي ماتيغ نورمالمون معناها تكون هكا مش كيفاش هسالك معناها تكون براتيكي اكثر، مش معناها جوست عادي اكري كهوا، معناها تنجم معناها معناها تستخدم السوفت سكيلز والهارد سكيلز معناها كل تتعلمهم كسوة تعلمتهم في الفاك والا من قبل معناها خلال الكارير. للناس اللي مازال كي نشأت في الباك، للناس اللي سيبون قررت انها تمشي تقرا في كليه الاداب والعلوم الانسانيه بالقيروان، للناس الحيرة شنو باش تتوجه، الحسين توجه الكاميرا والكلمة ليك أنصحهم وأحكي معهم. نشجعكم باش تعملوا باش تخصصوا في اللغة الإنجليزية، خاطر الحق أنا فيها برشا أفاق وتنجم معنا اللي حتى باغ إكزومبل ما خدمتش كسوا معنا في تونس راهو إليا دي زوبورتينيتي البرا. انا ديجا عندي صحابي عملوا كابن كرو في خليج وكل، فما معنا دي زوبورتينيتي، وبيان سور تنجم تكمل معنا البي اتش دي نتاعك البرا كسوا بورسيي او نو. نشجع اي تلميذ جديد خذ الباك باش يمشي يقرا غادي، وبون كوراج. شكرا لك بشير المتيري، طالب من كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالقيروان، شرفتنا بحضورك. عشك. مرحبا، احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حوارنا بالنسبة لليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام. الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة.